مين؟ هذا واحد رفيقي قطع لي كارت من زمان. رد عليه شوف شو بده. رد. الو؟ أهلين أبو الجود، كيفك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. لك يا أخي هني قاطعين لي من زمان، خلاص اتركها لشي مناسبة. بس نجتمع بتنحل. مناسبة شو؟ لا تقولها. إن شاء الله ألف مبروك. لا لا هي مناسبة بتستاهل من الواحد يرفع التليفون ويتصل فيه. إيه. مع السلامة. شو شو في؟ قال بده يصالحني أنا ومعاذ. قلنا له القصة بسيطة يعني بيصير شي مناسبة نلتقى ونتصالح. قال لي المناسبة اجت على رجليها. قلنا له شو القصة؟ قال مرته لمعاذ حامل. اه والله كثير منيح، ان شاء الله الف مبروك. معناتها بكره بتتصل فيه وبتبارك له، واذا بدك كمان نازمه على العشاء. سامر انت صار لازم تسترجع حياتك وشغلك ورفقاتك مو؟ ايه لك لك. سامر لا تقول لي انه بدك تنام، بزعل منك. ها لا لا حبيبتي ما رح نام. لك هلا لصح لي احكي معك. لا تخاف مو ابنك. اي طبعا متاكده. لك مين بده يكون متاكد؟ اي طبعا يعني هو مو جوزي. واذا كان كل شيء لحال، بعدين انا عم اتعامل معه بكل شيء طبيعي، ماني محسسته بشيء. عم اقول لك متاكده. ليك بحكيك بكره على رواق وفهمك كل شيء. متاكده 100%. خلص يلا بكره بحكيك. باي. مع مين كنت عم تحكي؟ نعم؟ مع مين كنت عم تحكي؟ ايمتى؟ هلا بالحمام. بالله عم يتهيأ لك. عم بسألك مع مين كنت عم تحكي؟ جاوبيني ولا تخليني علي صوتي. عم قل لك مو مع حدا، بعدين مو كل شغلة بتعملها بتفكر كل العالم يعملوها مثلك. شو يعني شو قصدك؟ تليفونات الحمام تبعك. يعني ما لقيت محل تحكي فيه تليفوناتك غير الحمام؟ ما في محل بالبيت غير الحمام؟ إيش معنى بالحمام؟ بعدين أنا هيك هيك نايمة. أنت وحدة مجنونة، عن شو عم تحكي؟ أنت بتعرف وأنا بعرف عن شو عم بحكي، بس قلة الحكي أحسن. الفتنة نايمة، خليها نايمة وأنا كمان بدي نام. تصبح على خير. السلام عليكم. الله لا كان جاب البلاء. لا يا طيب هيك بتستقبل ضيوفك؟ بدل ما تقول للشاب تبعك يسوي لنا كاستين شاي مشان نحكي على رواق. الشاب تبعي راح يقعد نعمه لانه تعبانه شوي. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يشفيها، الله لا يضر حدا. لك صحيح وممكن نستفيد يعني. يعني بهيك حالة هلا أنت بتحاسبه للشاب تبعك ولا بتخصم عليه هالأيام؟ أنا قلت لك طلع يصيح مع صاحبته شيء، قلت لك راح يقعد مع أمه لأنها تعبانة، وهي الأيام بحاسبه عليها، غيره برافو عليك، قسماً بالله كبرت في عيني، بتعرف إنه أنا هيك بعمل مع شغيلتي، بس حبيت أتأكد إذا كنت غلطان ولا لا. عداك العيب والله يا سيد نادر، لا خزيت العين سمعتك عطرة، كفو. سيدي المعاملة مع الله، المهم تجي لك صلاح مفروض أحبيه ونبيع البيت،
وليش لحتى افرطها حبيه اذا انت كنت تنفذت تهديدك واخذت الصوره لعند اهل المراه وحباشاتها وفرجيتهم اياها؟ انا؟ لك شو عم تحكي انت؟ مين قال لك؟ حباشاتها عملوا لي زياره لعندي على البيت وقالوا لي. وحياه رحمه ابي انا مالي علاقه. لك لك شو كان اسمه هذا جارك هذا تبع الدهب؟ شو كان اسمه؟ زياد؟ شو بو؟ هذا هو. الله يهديني، انا امبارح رحت بعثت له الصورة على موبايله، هو اللي قال انا لازمتني، بس وعدني الحقيرة، وعدني انه ما يأذيك، لانه بصراحة انا كنت ناوي لك علنية، بس هو دق على صدره وقال انه الموضوع عنده، فسكتت. ان شاء الله جوزها ما اذاك او عمل لك شيء. لا ماشي حال ما في مشكلة. ايه الحمد لله. صلاح اخي ما في بيناتنا غير هالبيت. لك خلينا نفرطها حبيه بقى، مشان الله خلينا نفرطها. انا بعرف انك انت ما بتطيقني، ومو من هلا، من زمان ما بتطيقني، وكنت مفهمني اياها بالمشار معي انك ما بتطيقني. يعني على ايام ابوك الله يرحمه كنت ها شوي تبلعني، هلا انا واثق انه ما بنبلع معك بنوب 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 بنوب. خلينا نفرطها. بعدين انا عم بحكي مشانك، انا والدتي تعبانه صار لها كم يوم، يعني بصراحه انا خايف عليك. لا سمح الله اذا صار شيء بدنا نفوت ورثه ووجع راس. وقلي لقلك ليش؟ ليتني اخذتها حطيتها عندي بالبيت، هلا فيني سلمك انا البيت ليك، والبيت جاهز بياخذ العقل، وهي عملت لي وكاله عامه بالبيت. يعني انا برايي خلينا نخلص، والله اريح لي راسي وراسك. هلا انت ما كان فيك تحكي هيك من الاول بدل ما تفوت بباب التهديد والمشاكل؟ بلا كان فيني احكي هيك من الاول، بس بعرف انك ما بتطيقني ولا بتطيق والدتي. بعدين يعني بركي ما تقبلت مني هالكلام هذا، وبصراحة طبعي قليل الذوق وقليل الأدب. شو أعمل؟ طبع لا تكون عاملة أي من أفضل أمك كمان. لهلك صلاح عم تخوني من تمك، وحسألها بكرة. أخي ليش بكرة؟ خلص بنفرطها من اليوم. فوت شراب شاي. فوت لك عراسي أحلى أبو الصلح شريف. لا والله لا والله لا شرب لا والصلح.